عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها سمو رئيس مجلس الوزراء من فخامة الرئيس نيقوس أنستاتسيادس رئيس جمهورية قبرص، والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين. ثم أحيط مجلس الوزراء علما بمغادرة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والوفد المرافق له إلى جمهورية تركيا الصديقة لحضور الدورة 13 لمؤتمر القمة الإسلامي، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 13 من أبريل 2016، حيث يرافق سموه كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالإنابة أنس خالد الصالح، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب عبد المحسن الصانع، وكبار المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية. وقد عبر المجلس عن ثقته في أن تسفر هذه القمة عن تحقيق المزيد من التكامل وتلاحم الخير بين الدول الإسلامية لما فيه تعزيز أمنها واستقرارها ودعم قضايا الأمة الإسلامية. رافقت سموه حفظه الله ورعاه السلامة في الحل والترحال. ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول استعدادات دولة الكويت لاستضافة المباحثات بين الأطراف اليمنية وما يتصل بالترتيبات والاتصالات الجارية لتأمين مقومات النجاح المأمول لأعمال هذا اللقاء المهم وتحقيق أهدافه السامية. وقد عبر مجلس الوزراء عن عمله في التزام جميع الفرقاء بالتنفيذ الجاد لقرار وقف إطلاق النار باعتباره مؤشرا إيجابيا للرغبة المشتركة في إنهاء هذه الأزمة، متمنيا أن يسهم هذا اللقاء في وضع حد للصراع الذي استنزف دماء الأشقاء وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني الشقيق واستعادة الاستقرار في ربوع هذا البلد الشقيق. كما أطلع معاليه أيضا مجلس الوزراء علما بنتائج زيارة وزير خارجية نيوزيلندا موري ماكالي والوفد المرافق له للبلاد، والتي تم خلالها بحث سبل تنمية علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات والميادين وتبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات محل الاهتمام المشترك. ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح حول نتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي في الأسبوع الماضي، والتي تم خلالها بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتعزيزها في المجالات العسكرية بالإضافة إلى القضايا موضع الاهتمام المشترك. ومن جانب آخر، فقد أحاط مجلس الوزراء كذلك بنتائج المحادثة التي أجراها مع نظيره وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة الدكتور خالد بن محمد العطية خلال الزيارة التي يقوم بها للبلاد، والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات العسكرية بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات السياسية في المنطقة والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. واطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن التدابير المقدمة من وزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة تراكم الأتربة والكثبان الرملية على الطرق السريعة والطرق الخارجية، وقرر المجلس تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العاجلة والوقائية لمعالجة هذه الظاهرة. كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مذكرة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمرفق بها التقييم الاستراتيجي وتقرير عن أعمال لجنة متابعة ميناء مبارك الكبير، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بالإسراع في استكمال المرحلة الأولى من بناء ميناء مبارك الكبير وتحديد الأعمال البحرية والطرق والسكك الحديدية، وكذلك تكليف جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان
التنسيق مع كل من مؤسسة الموانئ العامة ووزارة الأشغال العامة لإعداد استراتيجية متكاملة للنقل البحري للبضائع والأفراد والأعمال ذات العلاقة لتشغيل الميناء والملاحة. ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وقد تابع مجلس الوزراء الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ضيفا على أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تستهدف تقوية وتوسيع التعاون في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين وبما يخدم قضايا الأمة العربية. ومجلس الوزراء إذ يشيد بهذه الزيارة التاريخية وما تشكله من إضافة طيبة على مسيرة العمل العربي المشترك وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن العربي المشترك بما يعود بالخير والمصلحة والأمن والاستقرار في كل دول المنطقة.